حياكم الله يا متابعين الكرام، أنا علاء قاسم وهاي قناتي يوميات علاء قاسم. اليوم راح ناخذكم بجولة في قضاء النصر. قضاء النصر هو أحد أقضية محافظة ذي قار ويقع إلى الشمال من مدينة الناصرية. راح ناخذكم بجولة نتعرف بيها على أسعار الخضر والفواكه في قضاء النصر هذا اليوم 28/9/2024. خليكم يانا بهذه الجولة القصيرة. اخواني طبعا احنا بالصوب الصغير من قضاء النصر، وهاي المحلات اللي موجوده بساحه قمر بني هاشم. السلام عليكم. عمار هذا كله بلف مو؟ داري الحج داري شوف الزينات خوي فدور اي صبا شويه قدموا لينات هاي ها يقعد كواكيه مالي اي لا شوف الزينات الحج اي كنا زينين والله هذا يد حسابي اخواني كتبوا لنا بالتعليقات شنو اسعار الفواكه والخضر اللي موجوده بمناطقكم هاي الرمان اسعارها عيني هاك عيني هاك كذا كيلو خويا الله يزيد ويبارك ان شاء الله هاك محمد والله الله يزيد ويبارك كيلوين رحم الله والديك وخلي الكيلوين خلي الكيلو عن ابو ياقف انت بيدك بعد خليه السلام عليكم شلون صحن هلا اخوي هلا شلونك زينين الله يخليك ليمون بيش ليمون بصل بيش بصل ثلاثة بالفيل فلفل خيار فلفل خيار بلف هاشتيد هاي فواكه علينا الله يزيد ويبارك الله يزيد ويبارك ان شاء الله الله يزيد ويبارك الله يزيد برتقال بيش العرموطة 1500 هاي الفواكه على الف كلها عندك البصل والبرنجان ثلاثة طماطم
بس هذا هذا يمه رحم الله والديك. رحم الله والديك. الله يزيد ويبارك. السلام عليكم. يلا عيني مشكورين. يساعدهم. ياك الله. شو الصحة؟ شلون حالك؟ الله يخليك. اخواني هاي هي ساحة قمر بني هاشم بالصوب الصغير من قضاء النصر. هسه متوجه الى باعة السمك وخليه نشوف شنو اسعار السمك اليوم عندهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اليوم بيش هذا البلطي؟ البلطي عجب 2.5 عجب 3.5 عجب 2. وهذا الزوري بيش؟ الزوري بيش 3.5 عشر. بيش بيش؟ 3.5 عشر 2.5 هذا البلطي عجب 2. 3.5 هذا؟ 3.5 عشر. صغير. هو هذا الخشن. هو هذا الخشن الأصلي. والله ما اجي مساوي واحد. لا ادري يعني. السلام عليكم. السلام حجي. مرحبا. اي يعطيك الله. هذا بيش؟ 3.5 3.10. وهذا بيش؟ هذا 3.10 3.10. اي وهذا؟ هذا ب2.5 هذا ب2.5. يعني هذا فرق سمك تعلي فرق. هاي شوي كبيره شويه فرق يعني. اي فرق. مو ذيك الفرق. فرق لقمه. اي فرق لقمه. عيني اعطيني. يلا اعطيني منها بس زيانات في الوقت. كم كيلو؟ كيلو واحد؟ اريد لي 1.5 كيلو. بس لا فدوا من ساعه. لا لا بس انا حاجي من ساعه كخوس مشات حد البيت الفوق من تالي. اي فدوا فدوا لي. لو انت ذنيت رايت نوجه اقول لك كنا مصلحه العروس يسوون العروس يزينونها ويصلحونها وبعدين يطلعونها. ثالث يوم خربت. ثاني يوم؟ أيوة لا نطيها ثالث يوم. نطيها ثالث يوم. وإذا ثالث يوم هي مقلوبة غير شكل تلقاها. خضرة منين شفنا خضرة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. محسن شلونك محسن؟ محسن بيش الخضرة اليوم؟ 14 بلف. محسن يا محسن يا محسن. ها ما ادري. محسن هاي ثلاثة. ثلاثة حجي. ثري بيش. 5 كيلوات. شو فلوسها علي فشكا؟ ثلاثة. شيء بهذا محسن بعد غير ابو عبد الله محسن. محسن شلونك؟ هلا عمي ان شاء الله. محسن شيء ريحان بشيء والله عم. بس هذا وعد كله ثلاثة ونص. شيء يلا جعفر ايش رايك؟ يلا بسيط انت ليش يا كيلو؟ هذا فين؟ السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلونكم؟ زينين؟ مشي الحج مشي. حبوي هاي الحبيب. شو محضرتك انت؟ ثلاثة ولا أربعة؟ نفس الشيء نفس الشيء. بيشتري وايد الفين كروبس. دقيقة هاي ثلاثة. هاي ثلاثة. هاي ستة. ستة. ايش قصارك بس اذا ستة؟ اذا ستة. ستة. واحد
اخواني، وهنا خلصت جولتنا، جولة التسوق بقضاء النصر. هذا هو شط الغراف اللي يقسم قضاء النصر الى قسمين، قسم الشرقي والقسم الغربي. هذا هو الصوب الكبير من قضاء النصر، وهذا الجسر رابط بين الصوبين. نرجو ان تنال اعجابكم هذه الجولة، يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات.